السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق قواعد البيانات لطلاب وطالبات المستوى الثاني قسم الحوسبة النقالة جامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله راح نكمل في الشابتر الثالث، وكنا قد بدأنا في شابتر الريليشنال موديل وحكينا إن الهدف الأساسي من هذا الشابتر هو تحويل الـ ER Diagram إلى Relational Database، بمعنى أنا الرسمة اللي أنا كنت أرسمها بشابتر 2 هلأ بأكون قادرة على إني أحولها لمجموعة من الـ Tables موضحة جميع الـ Attributes فيها، جميع الـ Integrity Constraint فيها، وجميع الـ Relations اللي بتربط بين هاي الـ Entities. اليوم إن شاء الله راح نكمل في موضوع جديد، وهو موضوع الـ Integrity Constraint. إحنا إيش بنقصد بالـ Integrity Constraint؟ الـ Integrity Constraint خلينا نحكي إنها أول إشي، خلينا نحكي شو يعني IC. لا، شو هي الـ IC؟ الـ IC يا جماعة هي عبارة عن Condition that must be true for any instance of database. يعني انت لما تيجي تتطلع على الداتابيز وتاخد انستانس، تاخد صوره في لحظه معينه، لازم تلاقي انه انت كل الانتجريتي كونسترينت، كل قيود التكامليه على البيانات اللي انت كنت فرضها لازم تكون محققه في الانستانس اللي انت اخذتها للداتابيز. فهي مجموعه من الشروط انا بكون فرضاها على عملية إدخال البيانات. يعني أنت يا صف ما تدخل في قاعدة البيانات إلا إذا تحققنا من أنه كل القيود أو كل الشروط اللي أنا فرضها على إدخال البيانات بتكون سليمة وصحيحة 100%. طبعاً من أمثلة الـ IC Constraint الـ Domain Constraint، وتطرقنا إلها في المحاضرة السابقة. حكينا في أنا عندي لكل فيلد في عندي داتا تايب. يعني مثلا عندك الـ ID بدك تدخل فيه integer، فأنت إذا ما دخلت integer أكيد حيطلع لك error. لكن إذا أنت طلعت على الـ database في لحظة ما وأخذت instance، رح تلاقي كل الـ IDs عبارة عن أرقام، لأنه إحنا وإحنا بنفوت هاي البيانات اتأكدنا إنه أو عملنا check إنه هذا الـ condition اتحقق. فهيك بكون عرفت شو يعني IC؟ هي عبارة عن conditions لازم تكون صحيحة لكل الـ instance اللي أنا بدي أخذهم من الـ database. طبعاً الـ ICs are specified when schema is defined. طب أنا بحكي لكم إنه الـ data type، لا، الـ ID عبارة عن integer. الـ data type، لا، الـ name عبارة عن string. أنا متى بعرف الـ ICs؟ يعني متى بدي أعرف مثلاً الـ Domain Constraint؟ أكيد لما بعرف الـ Schema. لما بعمل جملة الـ Create للـ Table، أنا بعرف إنه الـ ID عبارة عن Integer، أنا بعرف إنه الـ Name عبارة عن String. فأنت وإنت قاعد بتعمل Create للـ Table أو بتعرف الـ Schema، أنت بتحدد الـ ICs اللي بدك إياها. يعني مثلاً أنت وأنت بتعرف التابل بتحط إنه الـ ID هو عبارة عن مين؟ عبارة عن the primary key. هذا قيد من القيود، إنه لا بتكرر ولا بيكون null. فبالتالي إحنا وإحنا بنعمل create للـ database بجزئياتها المختلفة من tables، لما بعرف الـ schema أنا بكون بحدد الـ ICs. تمام. الـ ICs are checked when relations are modified. يعني أنا عملت الـ schema وحددت الـ ICs وعملت create للجداول وعبيتها بيانات. لما أجي أعبي بيانات أو أعدل بيانات، لازم أعمل فحص هل البيانات اللي أنا بدخلها مطابقة للآيسيز ولا لا. يعني لما أجي أفوت الطالب اللي اسمه أحمد، لازم أتأكد إنه الآي دي تبعه رقم. لما أجي مثلا أفوت اسم الطالب، لازم أتأكد إنه مش نل.
فأنا هذه قيود أنا كنت فرضها في السكيما، لكن لما باجي بدخل البيانات فعليا او بعدلها لقيم جديده لازم اتاكد انها تحققت. فالاي سيز يا جماعه انا بحطها لما بعرف السكيما، وبفحصها لما بأضيف او بعدل اي رو في الداتابيز. وهذا الكلام منطقي، مش هتصير عمليه الانسيرشن الا اذا اتحققت الاي سيز. A legal instance of a relation is one that satisfies all specific أو specified ICs. أكيد أي instance من database بتحقق كل ال ICs هذه إيش بتكون legal، يعني بتكون instance صحيحة، instance معبرة، instance خالية من الأخطاء. Database management system should not allow illegal instances. A database management system هو مسؤوليته يمنع أي إدخال لبيانات خاطئة لا تحقق الـ ICs. If the database management system check ICs, stored data is more close to real world meaning. يعني وأنت بتدخل البيانات وأنت بتعدل البيانات، إذا الـ database management system فحص الـ ICs، فحص الشروط تبعت الإدخال، فأكيد أنت هيك بتعبر عن عالمك الحقيقي بشكل أصح. يعني أنت بتدخل البيانات اللي المفروض هي تتعبى بالشكل الصحيح هذا، فأنت بتصير بياناتك قريبة من الـ real world meaning. Avoids data entry errors too. كمان أي خطأ في الإدخال الـ database management system بيقول لك stop، ما بنفع تفوت string مكان integer، ما بنفع تفوت لي النيم فاضي، ما بنفع تفوت لي البرايمري كي مكرر. فهان ال database management system هو وظيفته يعمل checking لل ICs لما الداتا بتفوت، وهو بيمنع لي حدوث أي خطأ في عملية الإدخال والتعديل على البيانات. طبعا يا جماعة في عندي مجموعة من الـ integrity constraints. يعني الـ integrity constraint مش بس domain، يعني مش إني أفوت أنا data type معين وفي range معين، هذه نوع من أنواع الـ constraints. في أنواع أخرى required data، النوع الأول required data. Some columns must be contain a valid data. يعني في أنا وأنا بعبي في الـ database بعبي الـ rows، في عندي حقول لازم أعبيها، ما بنفع أفوتها فاضية، فهذه لازم تكون not null يعني غير فارغة. هل قد يا جماعة تصوروا وأنتوا بناخد بياناتكم بدنا نحطكم في الداتابيز تبعت الجامعة، أفوت رقم الطالب وأفوت عمره وأفوت جنسه وأفوت تاريخ ميلاده ومعدله بتوجيهي، آجي عند اسمه ما أفوته. طب عفوا يعني ما انتوا كل اموركم بالجامعه متوقفه على الاي دي والاسم، سو انا لازم احكي له انه النيم مثلا في قاعده البيانات تبعت الطلاب يكون نوت نول، مستحيل يفوت فاضي، يعني هو ريكوايرد داتا، يعني داتا لازم تفوتها في عمليه الانسرت. طبعا الدومين كونسترينت حكينا عنها باستفاضه، حكينا إنه كل فيلد أو كل عمود في إله داتا تايب، وممكن نحدد كمان رينج معين نقدر نفوت من خلاله الداتا، زي السالري من 100 مثلا دولار ل 10,000 دولار. في عندي كمان نوع اللي هو الريفرنشال انتجريتي، اللي هو إيش؟ قيد المفتاح الأجنبي، وفي عندي الكي كونسترنت اللي هو البرايمري كي. فهيك في عندي أربعة، يعني هذه أمثلة يا جماعة، هي مش مقيدة بهذه الشغلة، هذه أمثلة على الـ integrity constraint. لما أجي أفوت البيانات، في بيانات بدي إياها not null، في بيانات حسب الـ data type، لازم أتأكد من صحة الـ foreign key، ولازم أتأكد أو أعين الـ primary key للعلاقة اللي عندي. تمام، نيجي لمصطلح جديد وهو مصطلح الـ candidate key، وهذا من المصطلحات المهمة في علم الـ database. هلأ يا جماعة عندنا candidate يعني مرشح،
تمام، كانديديت كي يعني مفتاح مرشح. مرشح لإيش؟ مرشح إنه يكون برايمري كي. هلأ بدي أحكي لكم، مثلا عندكم بالانتخابات الأمريكية قبل أسبوع لما فاز بايدن، هلأ يا جماعة كان في عندي مجموعة من المرشحين إنهم يكونوا رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم ترامب ومنهم بايدن وما بعرف مين كمان. فالكانديديت الناس اللي كانوا كانديديت إنهم يكونوا رؤساء، خلينا نحكي كانوا 10، لكن الوحيد اللي فاز من هدول الكانديديت هو واحد، وهو بايدن، وهو صار البرايمري كي. فالكانديديت كي كل المرشحين إنهم يكونوا رؤساء، البرايمري كي هو الوحيد اللي بيفوز، وفعليا أنا بعينه برايمري كي. فالكانديديت كي ممكن يكونوا كذا كي، لكن بالآخر اللي بيفوز بلقب البرايمري كي هو واحد وواحد فقط، تمام؟ يعني واحد من ضمن المرشحين إنهم يكونوا لا يكونوا برايمري كيز، تمام؟ فعندي فعندي ال candidate key is a column or minimal set of columns. إيش يعني؟ يعني أنت بتروح بتدور على عمود أو مجموعة صغرى من الأعمدة that أو in a table that can be uniquely identify any database record. يعني أنت عشان بدك هلقيتها بدك تحط المرشحين إنهم يكونوا المرشحين إنهم يكونوا إيش؟ إنهم يكونوا برايمري كيز، فبدك ترشح. فأنت يا بيكون عندك البرايمري كي بالأساسية بيكون حقل، يا بيكون حقول، مجموعة من الحقول زي ما أخذنا في شابتر 2. فهو عبارة عن كولوم أو مينيمال سيت أوف كولوم، أقل عدد من الحقول بعمل يونيكلي ايدنتيفاي أني داتابيز ريكورد، يعني بخلي الريكوردز مختلفة عن بعضها البعض. يعني أحكي لكم بشكل آخر كيف ممكن يكون. يعني لو أنا عندي الطلاب في المدرسة، طلاب مدرسة، أنا بدي أعملهم داتابيس وأحط بياناتهم، ممكن أرشح كانديديت كي إنهم يكونوا مين؟ رقم الطالب في المدرسة، يعني أعطيه رقم والإيميل تبعه، بشرط إنه الإيميل طبعاً إيش؟ يعني كل طالب يسجل بإيميل يونيك على السيستم مثلاً. فالاي دي فعلا هو بيعمل يونيكلي ايدنتيفايد داتابيز ريكورد، يعني كل طالب اكيد حيكون له اي دي غير عن الثاني، وكذلك الايميل اكيد حيكون لكل طالب، اذا انا منعت التكرار اكيد حيكون له ايميل مختلف عن الثاني. فالاي دي والايميل هذول كانديديت كي، مجموعه الكيز اللي انا ممكن اخليهم في يوم من الايام واحد منهم برايمري كي. سو اللي بيفوز منهم وأنا بعينه برايمري كي، وغالباً بناخد الأرقام مش النصوص، بنخليه هو البرايمري كي. فهي مفهوم الكانديديت كي يا جماعة، إنه إيش الأعمدة أو يعني عمود أو مجموعة من الأعمدة بيعملوا يونيك لأيدنتيفاي لكل حقل أو لكل سطر عن السطر الثاني في الداتابيز. مثلاً الكاستمر نيم is a candidate key for a customer. يعني لو عندك محل صغير وفيش فيه تشابه بالأسماء، فوارد جداً تخلي الكاستمر نيم هو candidate key، يعني مرشح إنه يكون primary key. إذا وقع عليه الاختيار فبيصير هو إيش؟ primary key. If there is no more than one key is chosen by DBA to be the primary key. إذا وأنت بترشح كيز عشان يكونوا كانديديت كي ما لقيت إلا كي واحد، فأكيد خلص هو حيصير البرايمري كي، ما حدش أصلا بينافسه على اللقب. إذا كانوا أكثر من واحد فأنت كداتابيز مانجمنت سوري كداتابيز أدمنستريتور أو ديفلوبر أنت بتختار فيما بينهم، تمام. A set of columns that contain a candidate key is called a super key. إيش يعني السوبر كي؟
احنا صرنا عارفين ايه الكانديديت كي، اي كي مرشح انه يكون برايمري كي. فاذا انت اخذت اي كانديديت كي وضفت له اي اتريبيوت مع من الاتريبيوتس الموجوده في التابل، فبيصير هذا سوبر كي. يعني احنا من شوي حكينا مثلا انه الاس اي دي الستودنت نمبر ممكن يكون كانديديت كي، يعني مرشح انه يكون برايمري كي. لو ضفت عليه مثلا الجي بي اي تبع الطالب، هان بيصير مع بعض سوبر كي. تمام، بيصير سوبر كي بمعنى انه فعلا اي طالب رقمه مع الجي بي اي حيكونوا يونيك. ليش؟ لانه اصلا الستودنت اي دي يونيك. يعني حلاقي طالب رقمه 1 وعمره 20 وحلاقي طالب 2 وعمره 20، بس هذا السطر يختلف تماما عن هذا السطر لانه الاي دي اصلا يونيك. فبالتالي خلينا نحكي انه السوبر كي انك تاخذ كانديديت كي من اللي انت مرشحهم وتضيف له اي سيت اوف كولومز، يعني اي كولومز بدك تضيفها معه بيصير سوبر كي. فاسيت اوف كولومز ذات كونتين ا كانديديت كي از كولد سوبر كي. تمام. فمثلا لو اخذت الاي دي مع الادرس برضو حيعطيني ايش؟ سوبر كي. تمام. الاس اي دي از ا كي فور ستودنت، اكيد هو برايمري كي وهو كمان كانديديت كي. الاس اي دي مع الجي بي اي هي سوبر كي فعلا. ليش؟ لانها بتحتوي على الكانديديت كي اللي هو الاس اي دي. اسم الطالب مش ممكن يكون في مؤسسة كبيرة كانديديت كي، لأنه وارد جدا يكون في عنده تكرار في الأسماء حتى لو ثلاثية. تمام. If there are more than one candidate key for a relation, one of the keys is chosen by DBA to be primary key. إذا في عندي كذا مرشح فأكيد بالأخير واحد حيفوز عشان يكون primary key. هذا منطق. تمام. في عندي الاس اي دي از ا كي فور ستودنت، احنا حكينا رقم الطالب ممكن يكون مرشح والايميل ممكن يكون مرشح، لكن النيم في مؤسسه كبيره ما بيكون مرشح انه يكون كانديديت كي. بالاخر اذا اخترت الاس اي دي بيكون هو اللي فاز بلقب البرايمري كي. تمام. بدنا نشوف شو اهميه الـ Integrity Constraint لما نكتبها صح في الداتابيس. تمام. هلأ possibly many candidate key specifies using unique one of which is chosen as the primary key. أنا حكت لكم إنه بكون عندي many candidate key وواحد منهم هو الـ primary key. طبعا ايش بيميز الكانديديت كي يا جماعه؟ من شوي حكيت لكم انه يونيك ما بتكرر، يعني ايميل الطالب ما بتكرر، الاي دي تبعه ما بتكرر، اسم الزبون في محل صغير ما بتكرر. فالكانديديت كي غالبا ايش بيكون؟ يونيك، برمز له او بعبر عنه بيونيك. تمام. فالكانديديت كي يونيك اللي بختاره منهم هو ايش؟ هو البرايمري كي. طيب بدنا نشوف مثال على أهمية إن نحط الICs بشكل سليم. في عندي تيبل اسمها enrolled، يعني طالب ملتحق بمساق، حاطين له ID كاركتر 20 وكورس ID كاركتر 20 والجريد العلامة اللي ماخذها كاركتر 2. طبعا أكيد البرايمري كي لهذا العلاقة عبارة عن رقم الطالب مع رقم الكورس، أخذناها بالشباتر السابقة عند علاقة ماني تو ماني بين الطالب وبين إيش بنسميها الكورس أو المادة. ففي علاقة ماني تو ماني، عشان أفكها باخذ البرايمري كي للطالب
وباخذ البرايمري كي للماده وبحطهم في العلاقه الجديده. فهي الانرول فيها رقم الطالب، رقم الكورس والدرجه، والبرايمري كي حكيت لكم كومبايند من رقم الطالب ورقم الكورس. طبعا يا جماعه بدي انبهكم لشغله، لما يكون البرايمري كي كومبايند مكون من شغلتين، بنفعش اكتب هاني برايمري كي وهاني برايمري كي، غلط. بعد ما اخلص اعرف كل الاتريبيوتس بجي بكتب برايمري كي، وبين قوسين بحط العمودين اللي بيمثلوا البرايمري كي. وهي انتبهوا لها كثير منيح، يعني لما انت تكون في عندك هذا السطر، هذا الحقل وهذا الحقل برايمري كي، بنفعش تقول هذا بي كي وهذا بي كي، تكتب برايمري كي برايمري كي، غلط. بعد ما تخلص تعريف بتحكي انه في عندك برايمري كي عباره عن كومبايند برايمري كي مكون من جزئين، هو الاس اي دي والاي دي. طبعا هن يا جماعه هذا الكرييشن سليم 100%، يعني انت كل طالب بتحط له درجته بسهوله. يعني الطالب الاول ماخذ بالداتا بيز 90، والطالب الاول ماخذ بالداتا ستراكشر 95، الطالب الثاني ماخذ بالداتا بيز 80، وهكذا. فانت بتلاحظ انه حتى لو الاي دي تغير، سوري، لو الاي دي تكرر هان واحد وهان واحد، بتلاقي اسم الوثائق بيميزه عن الرول اللي قبله، هان داتا بيز هان داتا ستراكشر. فهان التعبير سليم 100% عن الانتجريتي كونسترينت. طيب لو انا رجعت التابل نفسها، بس ايش قلت؟ قلت البرايمري كي بس رقم الطالب، وحط لي الاس اي دي والجريد يونيك. ايش معناها؟ معناها انه رقم الطالب مش لازم يتكرر، هاي بنعرفها البرايمري كي، انه رقم الطالب هو البرايمري كي لهاي العلاقه. بس حط لي يونيك، حط لي الاس اي دي، اسم الكورس او رقم الكورس مع الدرجه لا تكرر. يعني اذا طالب اخذ 100 فش طالب ثاني حياخذ 100. هيك معناها انا بدي الاي دي مع الجريد ما بتكرره. يعني اذا الطالب هذا اخذ 100 فش طالب ثاني، مش حلاقي الطالب الثاني ماخذ 100، ممنوع. هيو انا كاتبه له انه هذول التنين بدي اياهم يونيك على مستوى الداتابيز او على مستوى الجدول، ما بيتكرروا. هذا طبعا ما بيعبر عن الحياه الواقعيه، لانه عادي في عندي ممكن طالبين ياخذوا 100 عندي عادي. يعني انت هان بالقيد اللي انت حكي انه كل علامه ياخذها بس طالب واحد، علامه ال 98 بس لطالب، علامه ال 97 بس لطالب، علامه ال 60 بس لطالب، هذا مش منطقي، تمام؟ فأنت لازم تعبر عن الكونسترينت بشكل سليم، مش تكتبها بشكل كيرلس، لأنه هان أنت يعني عبرت عن الجامعة بصورة خاطئة، إنه العلامة ما بتنعطى إلا لطالب واحد، لأنك بدك كل رقم مع علامة يكون إيش؟ يونيك. فهذا مش مظبوط وما بيعبر عن الريال وورد كيسز، تمام. في عندي هان مثال على الكي كونسترينتس، معرف تيبل للستودنتس، كرييت تيبل ستودنتس، معطي الاس اي دي كاركتر 20، النيم كاركتر 20، اللوجن كاركتر 20، الايج من نوع انتجر، والجي بي اي من نوع ريال. حكي لك إيش يا جماعة، عنده constraint unique، بده اسم الطالب مع عمره ما يتكرره، هو هيك حط constraint. يعني ممكن يكونوا مثلا بعملوا إشي حسب العمر، تمام؟ فبدهم إنه الأعمار تكون مختلفة دائما. فإذا محمد عمره 20، بديش أي حدا تاني يكون عمره 20، بدي النيم مع الايش يونيك، النيم مع الايش يكون ايش يونيك. يعني اذا محمد 20
بدي أحمد يكون مثلاً 30. بديش كومباينيشن، ها انتبهوا معايا، بديش الكومباينيشن تتكرر في الداتابيز. تمام. في طريقة أخرى عشان أعرف البرايمري كي غير إني أكتبها هان، إني أحطها في كونسترينت، إنها هذه قيد من القيود، وأعطيها اسم عادي. فأنا بقول له كونسترينت اسمه student ID هو برايمري كي، وبحطه الحقل، بحط الحقل اللي هو برايمري كي. فصار عندنا كتير طرق نعبر عن البرايمري كي، يا بنكتبها هان يا بنكتبها تحت بدون constraint، بقول له primary key is ID، يا إما بستخدم الconstraint وبعطيه اسم. طبعاً مفيدة يا جماعة أنكم تحطوها في constraint، لما بيطلع error ممكن يقول لك إنه المشكلة في الconstraint الفلاني، فأنت ترجع تشوف وين الconstraint student key، فتعرف إنه مرتبط بالprimary key. تمام. في عندي الفورين كي، اتكلمنا عنه بالمحاضرات السابقة بشكل موسع. هو عبارة عن fields in one relation that used to refer a tuple only one in another relation. يعني هو ضيف، هو يعني هو حقل في تابل أنا بجيبه عندي كضيف في التابل اللي أنا بدي أستخدمه فيه. غالباً بيكون هذا الحقل برايمري كي طبعا في العلاقة الثانية، وهو بيعمل كأنه لوجيكال بوينتر، بيعمل كأنه لوجيكال بوينتر يعني كمؤشر، وتكلمنا بهذا الموضوع كثير ما بدي ارجع اعيده. الاس اي دي از ا فورين كي ريفيرينج تو ستودنتس. من شوي اخذنا في علاقة الانرول في عندي الاس اي دي سترينج، والكورس اي دي سترينج، والجريد سترينج. طبعا الاس اي دي هذا من وين جاي؟ من تيبل ستودنت. والكورس اي دي جاي من وين؟ من كورس، من تيبل الكورس. فهذول الاثنين جايين او هم فورين كي وبيأشروا على برايمري كي في جداول اخرى. طبعا هذه بنسميها ريفرنشال integrity، يعني انت لازم تكون متأكد انه الفورين كيز مضافة بشكل سليم، وعند عمل الانسرت والابديت برضو نعمله بشكل سليم. يعني ما بنفع زي ما حكت لكم تروح تضيف مثلا سوري، ما بنفع تروح تضيف مثلا كورس لطالب هو مش موجود في تيبل الطلاب. يعني مش هي في عندك الستودنت اي دي والكورس اي دي، بدك تسجل للطالب اللي رقمه 20 كورس الداتابيز، والطالب 20 اصلا مش موجود في الستودنت. هذا غلط، ما بينفع يكون الفورين كي مش موجود اصلا في يعني كبرايمري كي في التيبل الثانيه. فلازم اتاكد انه الفورين كي كونسترينتس كلها انفورسد، كلها سليمه. هذه بسميها ريفرنشال انتجريتي. تمام. في عندي هالمثال only students listed in the student relation should be allowed to enroll for courses. وهذا منطقي، أي طالب موجود في الستودنت بحق له يعمل انرول، بس أفوت طالب على المادة وهو مش مسجل بالجامعة مش منطقي. تمام. فهي عندي الكرييت تبع التابل، زي ما حكيت لكم كيف بنعبر عن البرايمري كي لأنه كومبوزيت عبارة عن اس اي دي و سي اي دي بين قوسين. طبعا الاس اي دي هاد فورين كي، اس اي دي ريفرنسز بيأشر على مين؟ على جدول الستودنت على حقل الاس اي دي. فهيك يا جماعة انا عرفت
الفورين كي لهاي التيبل. انا حكيت له انه في عندي الاس اي دي هاي، الاس اي دي هاي عبارة عن فورين كي بتأشر على جدول الستيودنت على حقل الاس اي دي بالذات. فهيك بيفهم انه اي طالب بده يجي هان لازم يكون موجود هان وبيأشر عليه، تمام؟ ففيش طالب موجود في المساقات الا وهو موجود وين؟ في التابل تبعت الستودنتس، تمام. According key is a column or set of columns that links each row in the child table contains the foreign key to the rows of parent table contains the matching primary key. يعني كأنه يا جماعة بيقول لك في عنده tables، واحدة اسمها parent واحدة اسمها child، هذه فيها primary key وهذه فيها إيش؟ الفورين كي. ففي الإيش البرايمري كي عبارة عن حقل بيعمل لينك بين البيرنت وبين التشايلد تيبل، بحيث يكون طبعاً في ماتشنج مش عبث، يعني اللي موجود هان أكيد موجود هان. A referential integrity means that if a foreign key contains a value must refers to the existing value in the parent table. يعني referential integrity إيش تعريفها؟ إنه أي قيمة للفورين كي أكيد موجودة إيش؟ في البرايمري كي في البيرنت تيبل. يعني ما بنفع زي ما حكت لكم أحط كورس لطالب هو مش موجود في البيرنت، مش موجود في الستودنت انتيتي، هذا منطقي، تمام. طيب هلأ بدنا نشوف ايش بدنا نعمل في حال انه صار حذف لطالب من الجامعة، ايش السيكونس اللي بدها تصير او ايش الاكشن اللي ممكن احنا نعمله عشان نتفادى الارتباطات تبعت هذا الستودنت بقاعدة البيانات. يعني خلينا نسأل حالنا مجموعة من الأسئلة. Consider student and enrolled. في عندك table the student table the courses. The SID حكينا foreign key that refers the student. رقم الطالب اللي في enrolled عبارة عن foreign key على جدول the student. طيب What should be done if an enrolled tuple with an unexisting student ID is inserted? يعني إيش بده يصير لو أنت بدك تضيف كورس لطالب مش موجود not existence في الستودنتس؟ ما إحنا وحكينا ما بنفع تضيف كورس لطالب مش موجود في تيبل الستودنت، ما بنفع تأشر على قيمة مش موجودة في البيرنت تيبل، فلازم نعملها ايش؟ ريجكشن، لازم نعملها الرفض. ممنوع تضيف مادة لطالب مش مسجل عندي في الجامعة، تمام. طب what should be done if a student tuple is recorded او sorry is deleted؟ يعني انا عندي طلاب في الستودنت، تمام، عندي طلاب ومسجلين مساقات، كل طالب مسجل الفصل عادي. طب لو في طالب طلع من الجامعة، انسحب من الجامعة، حول على جامعة تانية، فأكيد أنا ححذف السطر تبعه في الداتابيز. طب إيش أعمل في مساقاته اللي هو إيش مرتبط فيها؟ مش في ارتباط بين البرايمري كي اللي هان والفورين كي اللي هان؟ إيش حيصير بالارتباط هذا؟ بقول لك في عندك أربع حلول. أول إشي delete all enrolled tuples that refers to it، احذف كل مساقاته اللي مسجلها، وهذا منطقي. يعني أنا عندي طالب
طلع من الجامعة، ليش أخليه موجود في تيبل المساقات؟ لأنه ما بيلزمني خلص. حل تاني إيش بيقول لك؟ disallow deletion of a tuple student tuple that is referred to. بيقول لك ما تحذفش الطالب، خليه هو ومساقاته. تمام؟ يعني الحل الأول احذف، إذا انحذف الطالب احذف مساقاته. الإشي الثاني بيقول لك لا خلاص خلي الطالب في الداتابيز، مش حيضر لأنه له ارتباطات تانية وأنا بديش أقعد، يعني له خلينا نحكي معلومات في جداول تانية وأنا بديش ألخم الدنيا. في إيش بحكي لك؟ set the ID and enrolled that referred to it to a default SID. في ناس بتقول لك لا روح على جدول المساقات دور على الطالب هاد ومكان الـ ID تبعه حط default ID، يعني حط رقم مثلا انه ولا حدا لهذا الطالب، يعني ما في طالب له هذا الرقم، يعني مثلا حطه مليون، هذا ما في طالب رقمه مليون. فانت خلاص من حد ما تطلع على الداتابيز وتعرف انه الطالب المساق هذا للطالب مليون، تعرف انه مثلا انحذف من الداتابيز او طلع من الجامعة. الحالة الرابعة انك تحط مكان الـ ID تبعه تحط ايش؟ null. فانت هيك فضيت ايش؟ فضيت الـ foreign key تبعه. تمام؟ فبطل يأشر على الطالب اللي اصلا انحذف من الداتابيز. فهي يا جماعة فكرة اذا حذفت الطالب ايش يصير في مواده؟ يا بتحذف مواده، يا بتمنع حذف الطالب من الأساس، يا بتحط بدل رقمه في الكورسات رقم ديفولت، يا بتحط نل. فبيبطل خلاص، يعني بيبطل يأشر على إشي والمشكلة بتنحل. تمام؟ طيب هاي برمجيا كيف بدنا نحل المشكلة هاي؟ برمجيا إذا حطيت كاسكيد بعد الفورين كي، إذا حطيت كاسكيد إيش معناها؟ delete the row from the parent table automatically deleting the matching row in the child table. كاسكيد يعني إذا أنت حذفت الأب أو إذا حذفت الطالب في table الأب، تلقائيا بيحذف كل مواده في the child table اللي هي الكورسات. إذا أنت حطيت كاسكيد، أي طالب بنحذف في table الأساسي حتنحذف كل ملحقاته في التابل الثاني اللي هو هناك فورين كي فيه. set null بدل delete the row from the parent table، إذا حذفت الطالب من التابل تبعه بتحط الفورين كي تبعه لإيش؟ لنل. set default بتحط الفورين كي تبعه لإيش؟ لديفولت فاليو. أنت بتكون محددها من قبل عشان تعرف إنه الطالب اللي انحذف الديفولت فاليو تبعته كذا، وهي مواده اللي كان مسجلها. إذا أنت ما حطيت لا كاسكيد ولا ست نل ولا ست ديفولت، هذه معناها إيش؟ لا بتحذف لا بتحذف الطالب ولا بتحذف مواده. هذه reject the deletion in parent table if it has rows in the child table. يعني أنت مش هتقدر تحذف الطالب لأنه إله ولا له علاقات او له سطور وين في التشايلد تيبل. هذا الاكشن هو الديفولت، هذا الاكشن هو الديفولت اللي اذا انت ما كتبت شيء بيعمل نو اكشن، يعني بيمنع حذف الستودنت لانه له ارتباطات وين في الكورس، في الكورس تيبل. طبعا كيف بعبر عنهم هذول الريفرنشال انتجريتي؟ هيو هذه التابل القديمه كلها شغل قديم، ما في إشي جديد لهان، ما في إشي جديد. بس الفورين كي، الفورين كي اللي هو الاس اي دي هذا ريفرنسز للستودنت، باشر على الستودنت شوفوا ايش كاتب. اون ديليت لما بدك تحذف الستودنت كاسكيد. ايش يعني كاسكيد؟ يعني احذف كل ما يتعلق فيه وين؟ في الانرول.
مش احنا حكينا الكاسكيد ايش بتعمل؟ اذا حذفت الطالب بيحذف كل مواده، فانت عن حكي له undelete هذا الفورين كي، اذا انحذف عند الاب احذف لي كمان كل سطوره عند مين؟ عند الابن اللي هو يعني مواده. اذا انت حدثته، اذا انت حدثت الفورين كي هذا، فايش بدك تعمل؟ set default، يعني مختار خيار مش كاسكيد، مختار خيار set default. يعني اذا تحدثت بيانات الطالب بدك تحط default مكان ال ID تبع الطالب في الكورس او في الانرول تيبل. تمام، فهي يا جماعة الخيارات الأربعة المتاحة عندي عشان أنا أتعامل مع الريفرنشال انتجريتي. يعني أنا عندي تيبلينز في بينهم لينك، طب إيش بيصير لو انحذف البرايمري كي؟ إيش حيصير في الفورين كي في التيبل الثانية؟ يا بتحذفه معاه، يا إما بتحطه نول، يا إما بتعمله بتحطه قيمة ديفولت، يا إما بتمنع حذف البرايمري كي من الأساس، فبالتالي أنت تخلصت من المشكلة. تمام، هيك بنكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، بنكمل الشابتر إن شاء الله في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.